مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في تطورات تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة قبل قليل عن تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد مساء يومه الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمغرب إلى 556 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2195 حالة. فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته إلى 15 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة إلى 33 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا ضمن مستجدات الإصابة بفيروس كورونا بالمغرب. مباشرة من طنجة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد مساء يومه الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 556 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2195 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته إلى 15 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة إلى 33 حالة. وأمام هذه الأوضاع الصعبة والخطيرة، تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذا مشاهدينا كما تابعتم معنا، مباشرة بلغ لوزارة الصحة الذي أعلن عن الزيادة في ارتفاع في حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا من 6 مساء إلى 9 من مساء يوم الاثنين، سجلت 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة. إذن مشاهدينا الكرام، حالة الإصابة في ارتفاع
ومن أجل التصدي لهذا الفيروس حل الوحيد للمغاربة هو الالتزام بالمكوث في منازلهم واحترام مدة الحظر التجوال الصحي إلى حدود 20 من أبريل القادم.